عودة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي إلى محافظة عدن وتحرره من الإقامة الجبرية التي فرضت عليه منذ حوالي شهر من قبل مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين خلطت الأوراق السياسية وغيرت موازين القوى في اليمن، بعد أن كان الحوثيون يعتقدون أنهم قادرون على فرض أجندتهم السياسية. وقد قوبلت الخطوة التي أقدم عليها الرئيس هادي بترحيب واسع من قبل العديد من الأطراف السياسية والقبلية باعتبارها عودة للشرعية الدستورية. الشعب اليمني تفاعل بمستوى كبير مع بيان فخامة رئيس الجمهورية وعودة رئيس الجمهورية ووصوله إلى عدن آمنا مطمئنا في سلام، لأن إحساس الشعب اليمني بالعودة إلى الشرعية إحساس يسوده الفرح ويسوده الأمل الكبير. الرئيس هادي وفي بيانه الذي أصدره فور وصوله إلى عدن أشار ضمنيا إلى تراجعه عن الاستقالة، حيث أعلن تمسكه بالعملية السياسية القائمة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ودعا هادي في بيانه المجتمع الدولي إلى حماية العملية السياسية ورفض الانقلاب. إن كان هناك استقالة، هل صدرت هذه الاستقالة وفقا للدستور والقانون؟ وهل تعاطى معها البرلمان؟ البرلمان لم يتعاطى مع الاستقالة، هادي لا يزال الرئيس الشرعي. وانتقال هادي إلى عدن ودعوته لعقد اجتماع للهيئة الوطنية في العاصمة الاقتصادية عدن أو في تعز هو مؤشر إلى أنه ربما يكون هناك دواعي لنقل العاصمة. وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، فإن المشاورات السياسية بين القوى اليمنية وبرعاية أممية قد تتغير بحسب المراقبين نظرا للتطورات الأخيرة وعودة الرئيس هادي إلى المشهد كرئيس للبلاد. ويشار إلى أن الرئيس هادي قد بدأ بممارسة مهامه من عدن، حيث ترأس اجتماعا للقيادات الأمنية والعسكرية وعدد من محافظي محافظات إقليم عدن.